تونسيه نخزر لها ورده. انا بالنسبه بلي ديالي خلينا من كوتي نخزر لها ريت عباره ورده ورده وباش تسقى وباش تتعاود من جديد. تجي مثلا كما نقولوا نحن ايفينمون ولا حاجه تاخذ فرصه بالسيفه، فهمتني؟ بسيف عباره براني من صافي ويجيني نوم كان ما نشوف مامو عينيا كي يشوفك يا مامو العين يضوى مصباحك ليا قلبي ملي يكون حزين يولي يضحك لك يا بنيه. صورت مره مع شكون فريق لا علي ما حبوش يعدوا لي الحلقه نتاعي. حلمتي نكرم منينتي ترفضت في برشا حاجات. جيت مثلا من المكثر نتعب يومين اجور معناها نجي نخسر الكوبيت على ميساج باش نوصلوا وما يتعديش معناها تبقى كل مره تبقى لي وجيعه فهمتني. اروح ندير وغير ليلة وحدة ويلا بغات الموت تجيني جو منفو نصر مع غي ساعة ونموت والتشرتي انتي انا نخلصو. اروح ندير وغير ليلة وحدة ويلا بغات الموت تجيني جو منفو. شنو اللي يخلي قلبك معبي؟ قلبي معبي من برشا حاجات، عندي برشا احلام تمنيت نحققها ما تحققتش. كيما شنو؟ قهرة في قلبي. مثلا كيما مثلا انا فني نغني نقول الشعر عندي نفوكاه فهمتني. تجي مثلا في البلاد ولا في برشا حاجات فهمتني. تجي مثلا كيما نقولوا نحن ايفينمون ولا حاجه تاخذ فرصه بالسيفه فهمتني. بسيف عباره براني عباره تزيري ولا ليبي ولا فهمتني تشرفوا بهم تزيري وليبيه ما هم يحسبوك هكاك فهمتني. اجنبي يعني فوالا عباره ما يعطيك الصحه فهمتني. تكتب تعمل اللي تحب عباره يمشي بالكوتي بوجهك فهمتني. بوجهك كيف بوجهك ما نعرفش. انا مره مثلا نعطيك اكزومبل صورت مره مع شكون فريق لا علي ما حبوش يعدوا لي الحلقه نتاعي ما نعرفش علاش فهمتني. خاطر جيتني تكلمت ماما هكا في فوكاهي موضوع على البنات وكذا فهمتني. ما حبوش يعدوا لي الحلقه نتاعي فهمتني. من قلتوا انت؟ انا احكي لي مثلا حكينا على البنات سوجي البنات على العرس وكذا. قلت له خويا راه فما الاغلبيه البنات مثلا ما يحبوش يعرسوا خاطر مثلا كما نقولوا البعض مش الكل طماع سامحني فهمتني. ما نعرفش علاش الحلقه ما تعدتش دونك فهمتني. وبرشا حاجات عندي مثلا عندي احلام اخرى حلمه مثلا حلمتي نكرم منينتي ترفضت في برشا حاجات برشا برشا فهمتني. ما ميساجك ما يوصلش معنا فهمتني. يعني بالوجوه فوالا اكزاكتومون فهمت كاين وجهك وان شاء الله الباساج هذا يتعدى وان شاء الله يا ربي بالحق ان شاء الله يتعدى. تحس روحك مضطهد حقك مهضوم في تونس؟ والله شوف هو من ناحيه مثلا حقي ما مهضوم مثلا تقصد انت نحكيو اعلاميا كحقوق اكزاكتومون هكاك مثلا تو جريت برشا فنانين برشا اعلاميين برشا كذا جريت كذا جريت يعني اللي بكيت فهمتي بالشاقه معنى قد حاجه في قلبي يا اخي خسرت الكوبيت. جيت مثلا من المكثر نتعب يومين اجور معناها نجي نخسر الكوبيت على ميساج باش نوصلوا وما يتعديش معناها تبقى كل مره تبقى لي وجيعه فهمتني. شو مستواك التعليمي؟ مستواي التعليمي سادس ابتدائي اختي العزيزه. مالوريزمون كان كملت راني تمنيت نحلم برشا احلام برشا الحق قلبي بركان اخيرا نخدم انا حاضر شويه هكا ندبر في راسي فهمتي كمان. اما فهمتي بكوتي احلام فن ما تحققتش احلام حلمتي. قداش عمرك؟ عمري 31 سنه. معرس عندك ولا؟ والله لا مانيش معرس. خاطر سامحني مدام اللي دخلوا اللي تلزم احتراماتي مش زعما ما نتصورش انا كان من خير مني انا يعني فهم برشا تشعر وبرشا تعرف اميتي فهمتني. خاطر بالحق في مرشع في البلاد يعني تتشهر ماذا بيا حلمتي يعني انا ندخل التلج وحلمتي. اعطينا شويه من مواهبك يا سيدي خلي الشعب ما مواهبي مثلا كتبت على البنات من صافي ويجيني نوم كان ما نشوف مامو عينيا كي يشوفك يا مامو العين يضوى مصباحك ليا قلبي ملي يكون حزين يولي يضحك لك يا بنيه يا بنيه يا بنت الدار تتذكر كي كنا صغار نحط يدي بين يديك ونتمشى وحرار. بكيتيني الله يبكيك يا شوك النوار بكيتيني ذليتيني من كاس المر زقيتيني زقيتيني من حنظ المر ونسيتي عشرة العمر تبري لله في الامان ما عادش بيناتنا مان انسيني ونسلي كان. راب فريستايل والله هذه كلام هكا ميساج على غزل نقول احنا على بنات فهمتني. غني لي شوي اش هي مثلا غنيه على البنات مثال باش نكملوا في نفس الكونتكست.
أرواح نديرو غير ليلة وحدة، وإلا بغات الموت تجيني جو منفوه، نصر معاك غير ساعة ونموت، وتشرتي انتي أنا نخلصو. أرواح نديرو غير ليلة وحدة، وإلا بغات الموت تجيني جو منفوه، نصر معاك غير ساعة ونموت، وتشرتي انتي أنا نخلصو. شوف نحب نوصل ميساج بالله برحمة أمك برحمة والديك، لا تقصوا جاه ربي الباساج هذا يعدو. ريتي في تونس هذيا، تونس هذيا نخزر لها وردة. أنا بالنسبة بلادي أنا خليني من كنت نخزر لها، ريتي عبارة وردة وردة، وباش تتسقى وباش تتعاود من جديد. يزيني أكل كوتيل للماضي هذاك، حسينا بالحق أنا نخزر لتونس نوارة نوارة وباش تعاود تتسقى من جديد. أنا يعني إحساسي هكا، إحساسي والله العظيم براس أختي كيما نحكي لك. أنا يعني من الريف راني أنا على فكرة، فهمتي، من المكثر ولاية سليانة، فهمتي، بون فهمتي. أنا نحس هكا حسب نظريتي أنا، تونس باش تولي حاجة بالرسمي عالمية، أكثر من دبي، أكثر من قطر، أكثر من اللي تحب إن شاء الله، فهمتي. كان خلونا اللي يحكموا فينا توا، فهمتني.